تعود للواجهة من جديد يوم غد الأربعاء البطولة الآسيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة الملايين من جماهير كرة القدم، حيث سيشهد مقر اتحاد القدم الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور إجراء قرعة النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا. نظام البطولة سيبقى كما هو، حيث ستتقابل أندية غرب آسيا معا وأندية شرق آسيا معا، وفي النهائي سيلتقي بطل الشرق مع بطل الغرب. النسخة الجديدة من المسابقة ستشهد غياباً ملحوظاً وتقلصاً مؤسفاً لحضور الأندية السعودية بعد أن تعذر على نادي النصر والاتحاد الحصول على رخصة المشاركة، وسيكون الهلال والأهلي هما الفريقان الممثلان للمملكة في منافسات البطولة القادمة. الجماهير في الوسط الرياضي تأمل أن تكون مقولة النقص يولد القوة حاضرة بشكل أو بآخر مع مشاركة الأندية السعودية. الوصول إلى الأدوار النهائية ليس بالأمر الجديد ولا المستغرب، لكن الحديث هنا هو عن تعدد فرص التواجد السعودي في الأدوار النهائية من البطولة، إضافة إلى تعدد فرص تحقيق اللقب. ومع هذا يمكن القول هنا رب ضارة نافعة، فقد يكون هذا عاملا محفزا يقود ممثل الوطن إلى تحدي المحاربة بقوة على تحقيق اللقب. وقد تأكد بشكل رسمي أن الهلال سيكون على رأس المجموعة الرابعة، فيما الأهلي سيكون إما في المجموعة الأولى أو الثانية. الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ينطلق في 12 من فبراير 2018، على أن يكون النهائي في 3 من نوفمبر 2018 ذهابا في شرق القارة الآسيوية، فيما ستكون مباراة الإياب في غرب القارة.